الله وبركاته وقدومي باب الله يويدي كلا سوهاد ليا هل كي سيري دمانتين ميل خستو عيقلا سعوتان مالك هوري دم بيجين يكي والدين تين لبي لاي هداف وحلي الهبسيمة هل بالا سيستا هبسيمة هل بالا سيستا بالي وحلي لا هبسيمة لا هل بالا سيستا وحن ما انت هل كن يديك زو شيئي وحدان لك راح يشوني حدان ذل كني مل اللي يارا مل أسرع إيه مل اللي يارا مل أكشي دار إيه مل اللي يارا مل لغو ضدت كن إيه مل اللي يارا مل أبوان كيدي إيه تردي دي إيه تساره هيدي إيه أرن كيدي أنت بقى أي إسكت لحد هذا السي حسب كان كل بيدن بقى وحني ما دحني ما ماها ما مولي ما ماها ترى عدد وتلين كريسان ماها ميل هاو صعوتان إيه ميل هاو شهدان قرر ميسان رقي سي أول هلشان قرر ميسان سي أسومين لان اعتراف وكنتان قرر ميسان سي أمير وقبطان قرر ميسان سي أين سياسة إن دي إن سياسة دا أريمه دي بدا وقبطان قرر ميسان سي الله يرسي تدخل الله الله قرر وحان نحري إيه حمان آن هين من نبا ماشاكو هايسان سيدان ماها سيدان لغو قليو يمدو أي كو قليسو ولا دنيران كوغلين ولا سلطان بان كوغلين ولا دقم بان كوغلين ولا دلكان كوغلين ولا دمر بان كوغلين ولا عرور بان كوغلين ان الله هو ان الله راجعون ورميان ان مدو يا حبال لغو اسين هلك ما حن كسو سلاميا نين ليلهدو انو صاحب هين لو ليلهدو ان داها قاص دهي صاحب انو كو دعينيا مره هوري اول وكو دعينيا لبن انو صاحب انو وين هين وانا كود عينية هاست الادقة تري ادقة ايا هاست سبيي واحد تري واحد تري هاستا يروب جاي يادو ديبت هاستا واحد تري داد وحان ولا نحي نكا عين كاس قدبنا يان امدك قلن باتري ادقو ابوانا بات سبيي أديكو أبو أنا أي هيش تسميه ده قاسو حتى نقدم تيبات جليسة نوين أون حمر قبل أون ميلتين أو الدولة هاي أو صد صندوق دوت كأ الدولة وشيء قصو تري سومالي لان بالله ينيرة دولة سومالي لان مين كبدل عيار كرين شبوتي مين كل كشنة كبدل عيار كرين مين بدل كبدل عيار كرين با مين مقدشة كبدل عيار كرين مين أنا هين واحد نوع عصو سياسة الله سياسة عين كاسري مين واحد راوي تجاهين مقدشة أنا وتجاهين أنت أبارد عضي مين أنا لعج تقول رسان أيضا أبارد وجينين هدي اللي يدين كيري أو اللي يدين يري أو نك أنت قل الله صهلين أي رهدين والأف صومالي وحيل أورنشري وحيل كهرجي سو شعيل كرو ويالي قبلني ما دونه تالي إن سومالان هذا الكون هو يالي قبلني ما دونه تالي شرفت نوا تالي عز نوا تالي نرجع أب صومالي أو وفتي أو رئيس سومالان من دوننا يجو وفتي أو الدولة ده متى كرامية نكن أبوان كا يوسف شاعي هذا ده هاي سكوت كتان جيبين أود كحيسة الله بصراحة أود كحيسة إن 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 قلنا ما يلا هاي سطو أود كحيسة تحت دقيقة جيت كه أو أنا بس كوت ما هادو يا أنت يري كلي أنت يري كلي يوم مسك حديث سكوت سوق قبطي ومسك حديث سكوت سوق قروري يا سكوت شوابي ينك خبر شعري إن أنت ضرب حنتي أيان تجيني كرين أديك يو بين وان تاضي يو this is hot تاضي يو وحنا يرد سيكتير ليه بالله عبس مع الله بصالح كعيسو مع الفوز تقبلوا ينور لك عيسو برين يوسف شاعر وحو كاني اي او كاني او سومالي تصي اي او سو اوروري اي او عمبري او تغي او عمبري او تغي او مين والبقبتي او سو اوروري اي او كاني نكاسي او قيبي سؤاشي عمبري اي جوابتي هوري سؤاشي عمبرو اي تي هوري لا بدي بوسو كان
وحي عيارته لسلاها إيه وحي حلقه لسلا قال إيه إنه يهوج باتها يقول وح وح عجلته كان يود قرن إسا وانين أسطران وان شرف لي أبوان ده هاي مركز الحكومة دي عايشاقان يصمهل إلا اللي هين ميل بمامل كتيرا إلا حكومة قرى كتيريو دي السومان لانا عايشاقان يسان دعوان نمضى إنتان ليك إيا قايلة دا إنتان ليك إيا فري نمضى إنتان ليك إيا نعاس نمضى إنتان ليك إيا ميل أعو تشيدان إيا ميل أكي تشيدان دون آن لقرانين إيا عقدة دا إنتان ليك إيا حدي وبت هداي أباري كل على حمل وأوقد وأنو قرمانين وانو تغينا لبدي ولدودو شارة إينا تهين سيدو أمين لدي وامحي وحان على أوي سان وامحي وحان على قيلان سان وامحي إني اللي حليال شوغان مية دانوين إنو محمد علي شوغ مية دانوين إن أنا محمد علي نقدنا مان مية دانوين إن أنا إبراهيم كوتبور نقدنا مان مية دانوين إن أنا سنعاني نقدنا مان مية دانوين إن أنا عبد الله الدرول نقدنا مان مية دانوين إنو قاسي آنو نقدنا مان مية دانوين إن علي سعيدين عنا قحيقان مية دانوين إن بدر بهتر لنا عنا قحت مية دانوين إن سقولي عياش حقنا قحيق مية دانوين إن هبر شعر إلا يلقى شيء أكتر تهلم ييدانو غي إل والوحانا خبق قانيسان إلا أوي إيسان أمد أوغو أوي إيسان وام حي دل كيد ما هو حيبين إيسان أمد يو حيبين إيسان أبوانين تيو حيبين إيسان أو كلا حشون لدين أمد أبه دي ليسان وحاني وام حيبك ما تقريني ما بالوحان نوشك تا داهاي وحان نوشك تا هكا تلخل وقف صلي بالوحان نوشك تا هكا لقو سو الدولي بل واحد نوشك تواحد نك السؤال بالويدي مال مو قمنين حمر موتين بلان موتين تشكشك موتين تشبوتي موتين مال مو قمن وافتر قرك تشمريد السومان اللي انا بانو باحنا اي دادك حكمة دي قاني بالي او كسو قايب قراء اف سومالي بوغ اللي قول ايو امد السومالي ايه السومالي ميخ بحدي اف سوم دا هاي ما انجريس ما تخوستا ما انجريس ما تخوصو ميسا ما تلياني ما تخوصو ميسا ما روش واضح خصو ما يسان ما تشمل واضح خصو ما يسان ما واحد كوه على الشانين إن ما واحد كوه على الشان أفشين بريد ميدان صومالي هين أف صومالي ميدان كوه هذا أف صومالي ميدان هرقيسة لقى هذا أف صومالي ميدان برعال لقى هذا أف صومالي ميدان لسعان لقى هذا أف صومالي ميدان تشجع لقى هذا أف صومالي ميدان تبوت لقى هذا أف صومالي ميدان مقتشر لقى هذا تيسينا وحومة ودان waxa la yeelay waxa wadan iyo waxa qaran u taraysan toona ma jiro iyo waxa umada u taraysan siyaasad ma haysan ma haysan sida rag loo hadlo ma haysan sida dadka loo soo jiito ma haysan sida abwaalintooda loo soo jiito ma haysan in sareeban bidaa halayay oo hooyadin hooyadin iyo aabihi ay isku guursadeen heesu sameeyay taagaso sumaalina waxa joogaba إن السلبان بدهيسو سميني إيه حكمة دوتريني إيه أبوانيمة دوتريني إيه إسكوبة قرصتين بطر بفر بطر إسكوبة شعر عادين با كيف هاي تخط البختية حكومة تسيق إسو خط البختية كيف هاي تخط البختية إنت أسو كونو بليين بالا سوقاتا إنت أسو كونو بليين بالا عنا إنت أسو مياد ركت ميلا اللي يالمي أبوانين تكوليين والله إلا ريادي وحنا هو مسكح أدوك أبوان كيجي باتي وقالوا صوت ورا الشرعي نين ما الملك كان عديد كوقفتي يوسف شاعر وايو نعلم متقاتين يا بهم واحد ما حي هاي تطبات قبيق حالي نكاس شوشي مليو هايستي ورنكو وايو نكو مقالبا ورنكو وايو نكو نين هبرت على ميانو هاي ورنكو وايو نكو نين ساق ميانو هاي قولوا يو قولوا خدلاي قولوا يو قولوا يا ورنكو شرفت على ميانو هاي ونيك التاريخ لها يميانو هين ونيك الجبني ماذا لميانو هين وروا ور ور محلس بيجي نكو وروا ما دان تليفون خوفري ونيكو محلس بيجي ونيكو ميان سومالي هين ورميان سومالي هين ورميان سومالي لان هين ورميان وقوي هين ورميان إن تبوت أين الدولة هين ورميان كل كسران عن سومالي هين ورميان مقدش سومالي هين ورميان وقفك يسقو وفتي أو سومالنا كسرعة أنا تكلم إنا هذا سلاي قوتشي سلاي قوتشي هاي أن أبوان ده هاي
مرك ليه رح يلا بها صوت بقولين السلسلة بقول نوك هني وعاك النوك هني نكني موح ستي نكني موح ستي كاو ما كاو ستيو هرجيس أنا كاو كو قاضي برعنا كاو كو قاضي هبرش على كاو كو قاضي كل حس كاو كو قاضي أرب كاو كو قاضي عينك قرك كاو كو قاضي ما لحتو إذا كاو سوري دم تنوح جيني سوماليا كرت قرك كبرك شين تقارك جينيو أبيهم بن على وحياة دوري سني ويكال لحظي داهاي حال الله وإن سيساني كأبوانك كاحيق مدبرن أدقي يلا بصار حبا أدقي إنت شين تقاقي قابا أدقي إنت نيكينا يسابا أدقي إنت مدوادين إنت إسخدقي يسابا أدقي إنت حدنا إن نقونا يسا إن أكو قفتان بريتونان وحا عايسانين قاري أولنتي وحا عايسان إن أوان إنتي عبد إيدان وحاي سانين إن تيم عدي وحاي سان مع خويل إنتي وحني ما خمامل دي وحني ما هدي دولدي وحني قرن من نقول خردي نكني محويري نكن وحال لويري وادبو في الصومالي بقى لقرية إيدك هو وفتيو تشمريد الصومال أنا ما يدنوئي من سويد كان تدك الدولد وشاقين يصدق خسنة دو ما إنجليز بقى نقطين ما تلياني بقى نقطين ما روش بقى نقطين ميهي دان جيس كأفريكي الصومالي دي كؤولين ميهي دان شبوتي وخراحين ميهي دان وارتين تقاقين نمدن إسك الدائية ورعبت أمدك الدائية وارتد كان إيه الضمر كان إيه عرورت وقبي سانك الدائية ولدون كان وقللين سانك الدائية واركدنا الدرائرة ماشا وماشا رق وطليا رق ماشا وطليا رق إيه كتغي إيه هالك كتغي سيرانين كيلورين شري إيه الدولة ديسي حكومة ديسي شار مالكي فريسي وارقوري قاعد بفريسي سيرانيو مالكو تشوقي إيه انجريسكا وار عبد الرحمن عرو عبد الرحمن عرو حسبي معارضة وطو حسبي وطنية وطا أيها قوري قاعد لقو مع السوميو كهالله وسومال لك شيء إيه تاريخ دي والوحي نموح وكنا ما وعي هبلاي جو قرب الحين أنت أخترى هبلاي واحد لحظة شحمر يوسف شاعر سلم وريوسف شاعر محوقرة وريوسف شاعر محوجري ونكم محوجري ونك كورت المحوجري ورجالاتين أيدي كان يهودا أيدي كان من لدرك أودين أيدي كان فتالينا أيدي كان جو قرط خمر رئيسته أيدي كان شارس خمر رئيسته نكوان نغير سومالي لأن وانا نشرف لوانا نكرام لوانا ننعس لوانا ننساق وانا نهبرش على كارا ناقيا وناقو دلين نكا كهر الناقية وناقو دلين نكا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أن إن هذا الواحد كويدينا يا إن ما دامت إن موادناتها يقرصها اللي سمع قال هذا هرقيسة أن أتكت سنتها يقرن كجمهورية الصومالي الآن أن نك يوسف شاعر اللي ينحضو هدي اللي قوي ويربو قاقر أو إن أولين تسومالي لأن هنوي مدان بو كان هالقرو ميانا مي سومالي ميانا كبل العيار كرين شبوت ميانا العيار كرين مقدشوي دولة فدرال خصومالي العيار كرين إن سياسة الله أنت دلكي هاي ستاوام حي إن نك ده هلا إلى لكن زي محيو كع إن نكاس وشرفتي سمارة وقعد عي ويلي لما هي صوت من الله كهلا يسوى يسوى كحق ما الله يسد حرين وين بابه كسر عبر ولا عالكاسد كلا صار يعني يوسف شاعر كسب حويه محن كره هذاي بهي سوبان هديانو لحينا قرا يو قبيل يو قبل طورا من بتلو مركا إن إما كواحد سياسة سوبا تفتوس دولة المطبي حي استعماشه وحلا إلى هذا إن قف بقف كثير كود هذا القصص دريا إما قف غير بورا ما هدي لقعبنا يمد غير بورا ما بقول شوابي يا كثير الجسم كثير الجسم بقول شوابي ده برع وقصص شيء ده يسقنا مركا سيدا ولد بيد بقول شوابي يا يوم محن كره هذاي لا صادرة إن هذا لا وكثير صرنا معلنين مدة كلا ده wuxuu curiyaa suugaanta laakiin wixii hore nin wixii hore iyo wixii dambe isbaayay maanta yuusuf baa la hayaa yuusuf waa ninka suugaanta yuusuf soo baxayay maxaan ku arkay hadra uu kugu balamay inuu la kaanta suugaanta dibadda reeyay marka aan xaraamistay inaanu nin gaaray horta maanta joogo waayo salaan cadi anti sayid ku hayaa dumarkii sayidka ay walaalahaan suugaantoodii kuray cambaraad gooyo cajalada uu ka sameeyay waxaan dhigay oran lahaan qof kale kale in taariikh qayba diiso maan la garan leeyahay xaruu ku leeyahay dhinna ma baray oo shaqaysta dadku way ogtaan waa lagu baraarugsan yahay in ka dhigan mid 2 milyan ee maxaa ku raaday dawladda u duubaya laakiin kelmad iyo in mikrofoonka loo dhiibay xitaa ayuu quuri waayay nikaasi waa nin
أنا أقول إلا يبرق صوغ علي إلا يبرق صوغ علي فنكا إلا يبرق صوغ علي إن حكمة إلا يبرق صوغ علي وإن أنت نور بحنتي دراويش تاه أي سكوه سينك هو اللي يراخذه حكمة بنيت حكمة بنيت كرامة بنيت صوماليات إيرهر سوبر لا تهلك شوكته وما تصوماليات نك يسوي روريه بوها نشرف لبا كم موقع بوها لا قارئك حيستي وحصل نسوي روريه waxay in kelmad baan soo weydiyay dabeytana waxa la yiri buug Soomaaliyeed oo xigmadii Soomaaliyeed baa la qoraya in in Somaliland miyeyna qaran Soomaaliland ahayn miyeyna ummad Soomaaliyeed ahayn ma Ingiriis bay noqdeen ma Talyaani bay noqdeen ma Tigray bay noqdeen in miyeyna geeska Afrika ayay ku oolin miyeyna jamhuuriyadda Soomaaliland ahayn miyeyna in xamar kubad la ciyaari karin in miyey siyaasiyiintu waa nooc ma sheekado marka maxaan kan ugu cunay marka oo ku xidigaha eeg shalay Yusuf uu hadlay walaalo wuxuu yiri hadii dhaqtarku joogayo oo ganacsadayaasha fooqaga ka dhistay joogayaan oo ciyaartooyada ay joogeen fanaani joogayna tagmay laakiin Yusuf maxan ku raaday wala barbartilmaamadsanaya ilaa shalay toolay social media wax lagu haystay maxan ku raaday maxan ku raaday abaabulan baasa ugu turinayay oo caayay oo maagayay maxan ugu xalaalay wuxuu ka faa'iideeyayna ma jirto laakiin wax xeel dheere afeed weeye Uganda afki uu qoray yaf Soomaaliga aqoonta u leeyahay dadka balan waxa si sheekay barnaamijka wayahay in waxa inaad ku weydiinayaa ee Dubai ajaladihii cambaro iyo maxan ku lahaday hore iyo kuwa kale wayahay in daaha ninka wuxuu kula kacay cadaalad darro ee khalad mana gaarayo daaha wuxuu kula kacay cadaalad darro haya kaadi hore anagoo horta cadaaladan ku shaqeynaa ninkaasi wax dhika wuxuu kula kacay cadaalad darro daaha mu hubsanin in daaho shalay toole mooyaane darraato in waxa maalinta yowmal qiyaamaha lay soo qabsadaa isaga laftiisu inuu ku dulman yahay oo isagoo in heesa qaran u sameeya oo wax walba u sameeya inuu xogto dhan og yahay inuu dulmiga jira og yahay inuu ina salaaban bidda hadlay inay abwaaniinta ku dulman tahay inay qabyaalad lagu kaakaxiyo abwaaniinta inuu xisbiga kulmiye qulun uu yahay oo ina salaaban bidda guriga uu haystay iyo jagadii loo dhisay dowladdii Soomaaliya iyo listay in lagu haysto bar haddii degaysu inaan aan la qiimeynin inaan wax loo dhiibin inaan gunno la siinin inuu ninka soo wasiiray ha loogu hinde ninka soo wasiiray marka la qoro oo ee la qoro xaraan iyo nijaas buu isla markaba fooqulista hadda ma garanaysa ninka imka nimanka waaweyn buu ku jiraa inama yar yar bay wataan imkana oo aan maxan ku raahdayay in Yusuf markuu wax qoraayay jirinbe ooginbe oo adeerkii wado marka dhibaatada ninka loo geystay ee xali toole loo geystay ee loo soo furay kuwii cid uu xigay ee loo furistay kuwii isku deegaanka ahaayeen ee in ay Tigreega ka shaqeynayeen ee jin dagaagayga ka shaqeynayeen ee kuwan uu naqaanay ka shaqeynayeen ee xisbi kulbiyay ka shaqeynayeen ee googorada eriyada ee keeshiriga eriyada ee xigmadoodi noqotay boor ma calan lagu qaatay ee laas caano soo ito in baa lagu riixriixay ee bila xigmada ee dabeytana in wadankii dilay ee dadkii dilay ee ummadii baabiyay ee dhaqankii xumeeyay ee in wax walba arka in ninkaasi ma Soomaaliland buu dumiyay ma Soomaaliland buu caayay ma cid buu caayay nin baa ila soo hadlay buu yiri wax alaalay uu way Yusuf waxa lagu haystaa maxan ku raaday dawladda uu guulwaday ee waxa noqotaa maxan ku raaday naamle naamle oo dabeytana kelligana daba qaad ay dadkii haddii kale waa kuma naqaano oo ay diin ma yeesid 26 ka tuunba wuxuu sheegay inaan kalmadii mikrofoonka maxan ku raaday isagoo magaalada Hargeysa jooga aan loo dhiibin oo aan la muusid marka wuxuu yiri adeer maxaynu isu ahayn babu yiri markan wada joognay hadii nala magacaabay kuwana fa xusuustay baba idin daama buu aad iyo aad maxaad halkan ooga faraysaa ninka daaha la yiraa ee abwaanka ah maxaad halkan ooga faraysaa daahay de heesta naadiga loo tiriyo yiri dadka ninka goobta baan raacaa dadka in godob kama galo dadka in ninka gacan itare ee galabtii anigoo xayiraana wixii dhiiba ama abaal ii gala weligay ma ilaaba baa tiri maxaad halkan ka faraysaa in wixii duruusta ahaa iyo foosta gobolooyinkii iyo dadkii tiinka ahaa iyo wixii xali ninka ku ururay iyo wixii ninka xali cunayay iyo wixii ninka xali caayay maxaad halkan ka leedahay horta aniga daaha waa adeerkay waxaan leedahay arwaad khaldantay qof weyn oo qowl ka dhacay waa geed qolof ka dhacday ninkaas
abwaanka isku deegaanka kasoo jeedaan maaha in lagu soo isticmaalo sida qoriga dhaca ayuu noqday. Laakiin anigu maan ka filanayn manaan moodayn runtii. Marka raaligelin ka bixiyaan ma oran lahaa. Haddii aan raaligelin ka bixina waa mid cumaamadu kaga dhacdayo taageerayaashiisa ay ku naceen. Waayo Yuusuf Shaacir waxa weeye nin Tuugaanta mug weyn ku leh marka la eego xagga afka Soomaalida. Waayo ninka abwaan dadko dhan baa wada ahoo waxwaa la wada tirin karaayo halaabuur waa la wada noqon karaa. Laakiin lama noqon karo maxaan ku dhahdaa maskaxda ku jirta Yuusuf oo kale lama wada heli karo. Inta gabay u xiftisan yahay dusha ka akhriyayay intaanu miidiyaha ka daawanaynay ee aanu isagu tirin ayaaba timahaaga ka bada. Marka waxaan odhan lahaa anigu Soomaalilana fariin baan kaluga diraya Soomaaliyana waxaan lahay chanis bay heshay oo way ka faa'iidaysatay. Horena Jabuuti bay uga faa'iidaysato Suugaan badan ka qoratay. Gaf muu gelin kuwii horey tegi jiray madaarka lagu soo dhaweynayay kamu xumayn. Waxaan leeyahay niman dhan oo ra-iisul wasaareyaal ahaaba loo kacayo noo arkaynay sidii loo soo dhaweynayay Yuusuf haddii aan si kale loo bartilmaameedsanay dee wax khalada muu samayn. Dadkan isagu ma odhanay magacaabe sidii miidiyaha ka muuqanaysay wuxuu ku baraarugayo warqada uu isagu weliba hubiyey uu la xidhiiday uu yiri war maaniga markaasaa la yidhaha. Marka maxaan ku dhahday niman codsaday oo iyagu taga Hargeysa xamar iyadoo looga baahnaynba waa la soo dhaweynayay. Waxaa la Yuusuf ha laga dego nin lagu ciyaaro maaha halaamaas nin wadankiisii jooga wey. Waa yeynaadeen waa joogtaa caasimada Hargeysa waa joogtaa Burco waa joogtaa Buurama waa joogtaa Lascaanood waa joogtaa meesha wax ka dhacaya abwaaniinta miyaa lagu qadariyaado in guno la siiyaado meel ay leeyihiino in dowladdu ay xoog saartay dadkan maskaxdooda maasha may wataa wasaaradda dhaqanka iyo wacyigelinta wax alaala iyo waxay ka shaqaysay lama yaqaan. Aad dastuurku sheegayna qofka abwaanka ah ee maxaan ku dhahday siiba abwaanada waaweyn waxay ku leeyihiin salary bay ku leeyihiin mushahar waa in la siiyo. Aad iyo aad baan kugu salaamayaa inaadeer aad iyo aad baan burca ku xanuunsanaya war looma hayo shal Axmed Salamaan bidaad arkaysay oo hadlaya intaasaaba kugu tusaala. Aad iyo aad baan kugu salaamayaa inaadeer aadna waad u mahadsan tahay. Adigaa mudan nadal adigaa mudan aad iyo aad. Barnaamijka sii sheer garee barnaamijka waxaad u geysaa ninka la yiraahdo Yuusuf Shaacir waxaad kale u geysaa daahayo dayd abu duweelku wataba waxaanu ilaa waan wataa iyo ciidanka ilaa waan wataa waxaad u geysaa foosto gobol oo dhan waxaad u geysaa dadka xaasidiinta oo dhan waxaad u geysaa dadka aan wanaagga aqoonin waxaad u geysaa dadkaan abwaanka aqoonin waxaad u geysaa dadka aan sharafta aqoonin waxaad u geysaa dadka aan ixtiraamka aqoonin waxaad u geysaa dadka aan aqoonin wuxuu abwaanku yahay Yuusuf Shaacir uu yahay waxaad u geysaa dadka aan muwaadinimada aqoonin waxaad u geysaa walaaqa iyo qulunka iyo xumaanta raganimadiini waxay ka dhamaan weyday xisbiga kulmiye xukuumadda gacanta ku hayo waxaa ka dhamaan weydeen googolo dumar waxaa ka dhamaan wey. Asalaamu calaykum. Gudoomiye sidaa ugu jir aan halkaa dhameeyey sidaa ugu jir hayahayahay waxaa ka dhammaan weydeen Boorama gabadh googorod lebaa qaadatay dirac akhtara waxaa ka dhammaan weydeen inan aad riixdaan waxaa ka dhammaan weydeen hablaha Lascaanood ku riixriixdaan wixii laga xishoon jiray iyo hablihii laga xishoon jiray iyo dadkii laga xishoon jiray war miyaydan xukuumad lahayn sadda sanadood soo jirtay war bal markaanu idin leenahay ji dagaagay baa tiin war markaanu idin leenahay Tigray baa tiin war markaanu idin leenahay bilaa siyaasad baa tiin war markaanu idin leenahay raggii ragga ha ragama dambaynin war markaanu idin leenahay Soomaaliland way sii socotaa war ma waxaa garan weydeen inantan sharmada qaadatay adigoon fiidowna ka duubin oo aan riixin oo aan dilin oon booliskaagi iyo diriislihii inan uu riixriixaya aan lagugu soo duubin war ma waxaad garan weyday u yeedhin anta war ma waxaad garan weyday shalmad shiida u dhiib war ma waxaad garan weyday tan akhtar kaa keen war ma waxaad garan weyday xafiiskaaga dhigo war ma waxaad garan weyday qof tumar oo inaad iska tag intaasaan kugu haysanay iyadoo cidiba koogin war diblomaasiyadi meeday war siyaasadi meeday war siyaasadda adduunka lagu la hadlayay meeday war bal madaxweynihiinu maana qoro ingiriiska ha gaadho oo jarmalka ha gaadho oo bal xisbiga kulmiyey waa kii siiraan yaba haystay ee jarmalka tegayey ee junuub suudaan tegayey ee jabuuti tegayey ee ka hadlaya caalamku meel iskugu yimaado war bal waxa waa gebiga xukuumaddan muuse waxay ka talisaa dhul waxay ka talisaa dirac waxay ka talisaa googorod waxay ka war ninka maxaa u dilaysaa
وروح والله واحد اللي يالو الحين الماشي خش قيني شنو كبليس كان نقطه هن نقطه إيه وزير هذا شنو دقائقة هن نقطه إنا مو من سيادة ميلان هن نقطه والحين كواس قيني وي والأردي وقربتين أو نكنا الأردي وهو قربتين أو مندي شهادي وخلو ما يسين أو مندي ما مات الدور يسان يجو قرن كتمريد السومان الله يلا إنا ترى السومالي بمتهدين وفسومالي بخالد ما يسان أو أبوانين تين اللي يري وريدك هو وفتي الناقة عليه بوك سوماليات بانو قرين ناي او سومالنا هكا سوقي بكشو سومالنا عياراك بقى يقول لك خطو وسياسة ميران الحين ألبك وسلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كدوبي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته باب الله نصوه ان عبد الكريم كيراي هي بورما ألبك وسلام يا ان اما برخط كير هي بورما ألبك وسلام يا قدوبي اظن حاجات على ساحل ان قدوبي ان انت اتسوقتي سومالي لان نكهرت الله يلا هذا يوسف شاعر اي لقم أبوانينتا شوكتا إن بورما أبوانينتا برعات شوكتا إن بوك لقورة يوها قصو قايب قران إن نكاس أونو ماشي نتيجين وطبتنا الشيء قايبا وطبتني ورمانا يمقع عوضين إن نكا قفك لقولك عاي يدي باتضا لقولك عاي كنت قشلو للعاي اللو صوتري نكا أبوان دا هلا إلا أريتا محاك قبتا هرطا تجي دهانات نكاد دعوان واحد لقي تشاعر وأن نرتا مثلا نقطة حاجة أفكا هذا هو حال دار وأفيقان ويا دمرك الصومالي لقى هذا لنا دمار شنطة صومالية ويا لا يا واحدة أدوية أما دت فوق أهمها وهذه صومالي أنت هذه صومالية تايا هذه جوجي تايا هذه دول الدجاج تايا هذه إني بدي تايبا دمار صومالي بالبوا ده هلا دمرك هذه ليدي وار صومالي جيني أينو سمينا قاموس أينو سمينا بوك أينو سمينا دحال يا واحد لقى تشاعر ay ayayna dambe iyo jilka dambe ay ku faaydaan marka in la siyaasadeeyo horta aad uga soo horjeeda aad noo xambaareynaya xaqiiqatan ninka Yusuf Shaarna in milkiisa sharaftiisa qiimaha uu bulshada ku dhaleeyahay oo inuu ognahay waxyaaba taariikhiga ee lumi lahaa ee ugu horeeyso waxaan kala sheekadeed ee Ambro iyo ninki kale hore walan walan noo soo gudbiyay iyo waxyaabo kale farabadan oo suugaanka uu leeyahayba horta in ma lagaga dhaco aad uga soo horjeeda aad noo xambaareynaya cid walba falka ku kacda waxaan leeyahay marka afka Soomaaliga laga hadlayo dama wixii buug aan laga qoray da Soomaalida waa u dan Soomaaliyana u dan dhamaan Soomaalidana waa u dan markay aan la siyaasadeen yaan dhan kale laga eegin yaan il qabiil lagu eegin ee hallo eego danta maslaxada ummada Soomaaliyeed ama afka Soomaaliga ku hadashay qoomiyadaba in su'aasha kalaan ku weydiinaya gudoomiye maadaama toogto dalkii in su'aasha ku weydiinaya waxa weeye in Soomaaliland ayaa ku soo duulay ma dagaal baa socda ma hawiya inoo yimi ma Soomaali weyn baa inoo timi ma daarood iyo hawiye iyo akishe iyo waxa waxa in ummadii Soomaaliyeed meesha joogtay iyo ciidan Soomaaliyeed oo farmaajo uu wato ayaa boora ma haysta oo soo galay wax badan miyad maqlaysi oo lagu leeyahay burcaya habar jacal waa Soomaali ee dulbahanta waa Soomaali in boora ma la haysta in kaarayaal baa soo galay jiiba soo galay miyad arkaysi maayd horta wax dayimka hadda dawladda Soomaaliya nigi yimiday oo haday tahay hub yaaday taana ciidan naciida daba noqotay in total ima jiraan oo dadinka soo bilow la saxanood xagga ugu shisheysa ilaa loo yaado xagga boorama ugu shisheysa horta wax soo galay ma jiro laakiin sa kaliya taa in hadallada ama dadanka arrimaha diblomaatiga uun baad mooday in Soomaaliland aad sensitive ugu tahay macna dareen taabasho ay u leedahay oo xalka soo Soomaaliya ka soo yeedhaa waxaad moodaa maana Soomaaliland aad ugu gariirta iyadoo aad moodaa in sida amal la qabsaday kala amaba lagu soo duulay kala marka dhulka xagga ka taaganta waa arrimaha diblomaatiga ee maxariifta dadka aad iyo aad in wasiirki arrimaha dibadda waxa aan jiray Faratol in wasiirki arrimaha dibadda waxa aan jiray Faratol in Faratol uu ka tagay in wasiir arrimaha dibadda miyaa la magacaabay oo aad maqashay adigu may ilaaha dabaskaas waa banaayahay oo malaad waxaan maleynayaa xilliga waxaan magacaabi doonaa 6 bilood soo socota oo uu tugu tugu gabagabeyn doonaa ama sabab hadii la haydaado marka booskaas wali waa banaaya in loo magacaabo jirto way in maadaama aad khabitaay in dhalinyarada in hankoodu uu yahay inay madaxweyne noqdaan hankoodu uu yahay inay golaha deegaanka qabsadaan ama ayirka boorama noqdaan hankoodu uu yahay inay sida Cabdi Kariin oo kale qabyaalad hal aan qabyaalad lagu dooran in Soomaalina aad dhex joogto intii xukuumadda Muuse Biixi Cabdi uu haystay in miyaad aragtay in wax siyaasad arrimo dibadeeda diblomaasiyadnimo in wax Soomaaliya lagu la socdo wada hadalkii Soomaaliland iyo Soomaaliya la furay in wax googorad eryana ayaa ama keeshari mooyaan miyaad aragtay in wax in miyaad aragtay madaxweynaha in Muuse Biixi oo dibadda qabanaya Ingiriiska tagaya Mareykanka tagaya Jarmalka tagaya Ruushka tagaya adduunka qadiyadda Soomaaliland ka iibinaya ان اما وفتي لا سقطت حكومه كل مياه ان مياه درجته انت يا توكتي
هرتا ما شاء الله مرك حكومة كل ميلا جاهد ليا أو مصبح يقدر وديك كي هاي هرتا ده نعيا بدن سياسة ده ده بس على جاهد ليا أما من هتيجة سياسة ده مرر بدن وصلتي دوا ونعكسني ده صلاة أنا جاهد ده كهريتا ده الشركة إيجا ده ساق ما قابلنا شو بيتك دعي ده مصبح يقول تيجي حاجة سكسة عليه يقول تيجي سمالة كسر عليه بقى حقيقة ده رجع قبل قابي أمر رجع سنري بكم إذا هاسي مرك قبل إن أون وده هذا الأمر إسكو سافكر أمر إسكو دوا صلاة ثمانية sida kale shirki aad isaba lagu qabto abi ahmed duu kaana farmaajo iyo mustabiixe laftirkeeduna waa waan kale iyo waxay ahayd arimo marka diblomaasi balin meel isku yimaado marka horta way jirtaa inuu mustabiixe sameeyay macnaha dadaallo uu ku doonayo inuu dalalka jaarka ah ama dalalka u dhow maslaxada runti labada dal ee bari hore wada jiray haddana maadana de raba inay kala gaar runti uu waan waan iyo odaynimo uu ku dhaxdhaadin karo ama wada runti uu ku sameyn karo laakiin waxa uu arinta kale ah in calamaanta iyo waa kala gargaradaha iyo caankaasa horta waa wax Soomaaliland shaambad xun aad ugu ah oo demar yar iyo calan yar oo qof xidhaayay ee Soomaaliland oo Soomaali ku darmeeyso waxa kala boora mana ka inmeeyso boor aan Soomaali ku darmeeyso laakiin waa waxad mooday in loo baahayo macnaa fikir siyaasiya ee waxa kala ah siyaasad hubban oo haadisan oo dhalinyartii ay ku hiiraan karaan loo sameeyo iyo gudaha shacabka Soomaaliland ba marka xagga laga yimaado oo dhaxalka ay tahay arin runtii Soomaalana aybku ah oo runtii dhalinyarada ay tahay haday haween day haday hooyooyin tahay in la reeriyay in la qabsadaa runtii sharaf iyo meelka dhacba ku taa dhaqanka Soomaaliyeed iyo dhamaal Soomaalana marka waxa laga tago laakiin si guud ahaan kalay musabbiix hada intii uu damiyay gudayn ku dambeeyay wax wanaagsan waa qabtay oo ay ugu arisay dhalinyarada shaqaaleysii an way hay markii uu daran dhalay tirkeed wax dheer noqday waayahay waxaan sanyaan dhinacay badan oo kulli tan wajitaan waayahay in waxaan ku leeyahay in waxan dhacaya in isagu madaxweynuhu in uu dhex fadhiya meesha in waanu joogaa umadri isagu madaxweynaa in laakiin in wasiiradiisa in maslaadahay in iyo in iyo ciidankiisaba in wax badan ba ka qaldan in googorod inay yaro xiratay ama shalmad inay hootay in iyada fiidiyo la riixriixayo qof tumara oo ilaahay ku banaynin in naaskeeda la taabto oo ilaahay ku banaynin in garabkeeda la taabto oo diintu ayna ku banaynin qoftimada la riixo adduunkan iyo caalamkan uu joogno qofka dumar wuxuu leeyahay sharaf kuwa aan diinta lahayn ee nabiga garanahayn ee ilaahay garanahayn ayaa dumarku xurmada ay leeyihiin yaqaana maxaa u diiday inaan iyagoo fiidiyo iska soo duubin qofka ay u yeeraan si diblomaasiyada si siyaasadnimaa si in sharaf leh oo ayna booliska la sharaftiisa ku ciyaarayn umadana ayna in sharaftooda ku ciyaarayn habla ayni sharaftooda ku ciyaaray in guriga ay ugu daadanaya inay u yeeraan qofka u digaan calanka ka qaataan ka Soomaaliland ay u sii huyaan ay raadaan dawladda ku haysta iska tag maxay inta u diiday ay u riixriixayaan qof dumar oo Ilaahay u xalaalayn ba inuu jirkiisa taataabto horta xaqiiqad waxa ka mid tahay waxyaabaha aanu si gaar ahna aniga oo qof Soomaaliland ah runtii jooga ku dhashay oo ka barbaarinta ku leekaaday adan waxyaabaha aan ku dhalilay ka mid tahay in marayar ama calan yar runtii loo dawaan ka leeyahay meel looga dhaco qof dhan oo binaadana sharaftiisa milkiyiisa iyo noloshiisa dhan baxda markaas lagu xidhama marka hadda si gidaanad waa wax aad mooddo in macnaha Soomaaliland marka la yiraahdo calanka Soomaaliya iyo marada buluugi waxaad mooddo inay macnaha ku tahay ba Soomaaliya soo diirshay aanan waxba uga dhicin ba laakiin waxa uu filayaa in marka arrintu siyaasad diblomaasiya ay tahay waxaad mooddo xaqii kaabayaasha ama wax waliba saas ka dhismaaya macnaha ciidamada hadda la dhisay ciidamada hadda jira deynka sharaf iyo aan ku hurno iyo amaan iyo milgaba naga mudan yihiin haddana markay noqoto xagga falgalka arrimaha siyaasiga arrimaha waxa kale masiiriga markay noqoto waxaad moodaa hinti farabadan ama dee waxa kale cilmi farabadan ma haystaan ah inay qofkii ula falgali karaan si diblomaasiya si siyaasiyan ah si iyagoo aan sharafkiisi maqaamkiisi aan meel kaga dhacayn ay u qancin karaan ay wixii uu haystay ay uga bedeli karaan laakiin waxaad moodaa kaliyaata inay ku mitilayaan uun calankii uu soo qaatay waa inaad xidhaa waxa kale waa inaad qofkii jijidaa waa inaad dhulka la gashaa iyo waxaankaasa marka arrimaha diblomaasiga waxaad moodaynaya xagga ciidamada marka la fiiriyo waxa ka dhacaya booliska inay aad uga maqan tahay laakiin deenaha ciidamadu runtii xaqiiqda wax wanaagsan mararka qaar ku baa noo qabsan insha Allah way in abwaaniin badan baa jira oo aan aqaano oo jooga magaalada Buurame in abwaaniin badan baa jooga in sababta bidka yahay baa sii jooga oo xigmad yahay Yuusuf Shaaciil oo kala sii jooga in xukuumadu inay budget u sameeyso in abwaaniinta ilaaliso in wasaaradda in warfaafinta ay hoos tagaan in waxa jira nin loo jira in Cabdi Falaash
oo ka sheekeyn jiray caruur oo caruurta ayaad u daawan jirtay oo aniga nin weyn aan iskaba daawan jirayba waxaan caruurta ugu sheekeynayo oo cabdi falaash la yiraahdo oo ka soo bixi jiray qaran TV-ga qaranka markuu siiraayay iyo joogay ninkii waa laga qaaday meeshii waa la iriyay gunnadiisii baa laga goostay wuu iskaga cararay dadkii sidaa xigmadda u lahaa ee yuusuf shaacir ku jiray falaashkaasi ku jiray ee kuwa boorama ku jireen haddiina wasaaraddii ayna hoos tegayn oo ayna dhaqaale lahayn oo inama yaryaro imanka soo baxay gunnada loogu daray gunnada waxbana ayna ka sheekeyn karahaynin miyayna ahayn qaranka iyo wasaaradda warfaafintu inay in abwaaniinta iyo ay ilaaliso in dhaqanka ay ilaaliso diinta ay ilaaliso ragga wax u sheegi karaya dadka ee wax ka dhaadhicin karaya ee taariikhda haya ee af soomaaliga haya inay ilaaliyaan ha horta xaqiiqatan soomaaliya marka laga hadlo wasaaraddeeda warfaafinta oo talibaan carrinka hore uu mas-uulka ka iyo wasiirka ka yahay waxay ahayd in maskaxda iyo waxaan ku leeahay ammaanka iyo muruqa ku jira afwaaniinta soomaaliyeed waxaan ku leeyahay haday talibaan mido tahay haday tahay afwaan yuusuf shaacir haday tahay afwaan daahagaas haday tahay laabsaalax adu dhammaan kala saar maayo guud ahaantood marka la fiiriyo waxay yahay inay u sameeyaan manhaj siyaasiya waxay yahay inay u sameeyaan akaademiyad ay ku midaysan yihiin oo inaha dee lagaga faydaysan karayo muruqooda iyo dacudadooda maskaxiyan aragtidooda ay bulshada kula wadaagi karayaan marka inahaw kolleyba waxyaaba anuka shaksi ahaan aan arko inuu macnaha booskaydii bannaan yahay oo dee qofkii markaad cilmigu hayay waxaan kuleya caqligii ku jira aad ka faydaysan weyday dee waxaa imaanaysa marka inaad qofkii siiso jaanis ah inuu dad kale markaa dee maskaxdiisa ay ka faydaystaan marka inay wasaaradda warfaafinta waa inay il gooniya iyo siyaasad gooniya ay ka dejisataa sidii ay maskaxda afwaaniinteeda loo baahan yahay in dadka looga faydeeyo daxal looga reebo ilaabri marka maalinba waa tegi doonaaye in waxa kuleya laga faydeeyo wax loo baahan yahay fursadaas waa bannaan tahay waa mid aan u soo jeedin wasaaradda warfaafinta iyo guud ahaan soomaalilandba inay dhammaan afwaaniinta dalka jooga dhanba ay maskaxdooda ka faydaystaan ay waxaan ku leeyahay xusuus ay ka reebaan ay dhacal ka reebaan insha allah waaye imanka adigu waxaad igala hadlaysaa magaalada boorama ma ingiriisi baad igula hadlaysaa smorty fortyland wal stibine mise soomaali soomaali baan kugula hadlayaa waayahay magaalada barxa la yidhaahdo dadka degan ee deegaanka u ah iyo qabiilada degan ma waxay ku hadlaan in kayf xaalag akhbaarag isloonag fimiya miya kulli tamaan bay habarjecla tidhaahdaa siciid garxajismo wuxuu yidhahdaa smorty fortyland one stibine the bine staniyer the house ciise muusaa degan ma waxay yidhahdaan dhayr abod well in one coming now yes oo faransiis bay noqdeen dhulbahantaha degan in laascaanood ma waxay ku hadlaan ingiriisi mise waxay ku hadlaan soomaali celef weyn ma waxa laga hadlaa soomaali mise waxa laga hadlaa ingiriisi dhammaan waxaa lagaga hadlaa gobolada dalka oo dhan afka soomaaliga okay maadaama adigu aad lixdankii dowlad ahayd oo dabeetana lixdankii adigu aad ku darsatay adoo booramadaada wata oo samaroon wata oo dhulbahaanteedian balyaro joojiya habka dowladdii lixdankii loo dooni lahaa siyaasad hufanoo loo dooni lahaa wadahadalkii siiraanyo furay somalilan iyo soomaaliya oo kale la wada hadli lahaa dadka loo jahayn lahaa horumar iyo kala dambayn iyo nidaam ma in lagu mashquulaabaa googorad iyo kani muxuu soomaaliya ka doonaya soomaaliya waxbaaba inagaga xidhan oo la kala maarmi ma maayo ilaa la wada hadlo adduunka iyo caalamku inoo wada yimaado oo aynu lahro war lixdankii baanu idin karna anagoo waalane imankaanu miyirsanaya bahashana siiya ayaa la doonayay ma in dadka lagu joosh gareeyaabaa dirac akhtara iyo googorad akhtara iyo keeshal akhtara horta marka laga hadlayo siyaasadda ama iilgeynta diblomaasiyadda somaliland waxaa moodaa intii baryihii imanka ugu dambeysay dee marka in yar mararka qaybta laga reebo oo daimka soonahana kale marka qaybta db wall iyo sida ay dawlo falgashay imaaraadka carabta marka laga yimaado in mostly waxay siyaasadeedu ku jaahisan tahay macnaha marada ayrta ula dagaalami lahaayeen macnaha hanka iyo himilada qaranka hadda jamhuuriyadda soomaaliland dee waxay ahayd inuu hiigsado oo uu ku taamo sida waxaan kuleeyahay de midowga africa uu u horgeyn lahaa siyaasad waxaan kule hufan oo dhiiran sida waxaan kuleya ururkan igaade waxaan kuleya wadamada ay ku midaysay inay soomaaliyana ka mid tahay uu waxaan kulea siyaasada lagu qanco uga geyn lahaa sidii wadamada jaarka uga qancin lahaa fikradda iyo fikirka soomaalilandarnimada laakiin markii taasi meesha ka baxday de waxa imaanaysa marka in calan yar baa la qaatay iyo halka baa laga boodaya ninbaa hadal yidhiyo waxan oo de meel hoosaa lagu mashquulo markaa waayo calan yar hadduu qofi qaato de soomaaliya ku darmayso hadal yaru qof yidhi soomaaliya waxa kule soomaliland ku darmayso laakiinse muhiimadda waxay tahay wixii kolba wax laga dhigan horta wax weyn noqda kolley mara yar haddii wax weyn wax laga dhigana mar weynun bay noqon doontaayo dadkii madaxooga ka weynaatay iyo hadal yo haddii wax weyn laga dhigana halkaas wax weyn ma noqon doonaa inagoo muhiimadda waxa tahay haddii waxaa layska ilaawona waxba loo arki lahayn horta soomaliland wax badan loo tuuroobi lahaayeen oo xitaa maanta heer waxay gaari lahaayeen ay ka iib geyn karaan
رجع صومالي كسور كده ده واحد ولا كوب عنين لهاي المفاهيم ده وهي هاي إن إن سؤال كلا كويدين يا جدومي ما دام سياسي رسو كوريت هاي ما حقبة قفك قفك إسكوبيل كسور كده نيك بور ما مركو هالله ينو نين بور ميوتشي وابو ودولة كوتشي لا أما أبواني تخمدي إن ما حقبة إن قفك إن لودرو مين يرتكرين ما هين مين دقن كي إثيوبيا هين مين دقن كي إنتكريجا هين إنه قف قف وحجة يسقو شوابه إن هذانو مركا إن أنا وحق الله أنا هينين إن وبحده بعد إنه عاصي قاربورة ما بهذي قاربورة ما وشوابه هرتا مركا لقى هم ضياء مركو قف يا الله إنه قف بيشي سكمة ده أما قف جيلي بيشي سكمة ده لو أديك شذا هرتا بحنا أركان معنا ده سمعنا كلو وارتي عصب لو قلت لك علي إنه قف كان هذا الكيس لقوه بريا إن قف كان هذا الكيس لقوه معارضة إن قف كان لقى صور كيسته لكن معنا شو جد هانا ده حياة هاد هذا طلعنا كله هذا الكوري إنت يا خصيصة هذا وزارة دعمة تبدأ خصيصة إنه وزارة دعمة تبدأ يبغى أنا ما هذا قصو تارته هذا ورفافين خصيصة إنه وزارة ورفافين تعرن ترى الله ده بريشة نيا كان هذا شو لكن إن بيرسونالي بيرسونالي وش كذا ديك داي ده وحنا وركعين دليل نسون معنا ميت آنو دليل نسوي يعني إن لو بدك فلسكا وركعنا يعني ما كله ده ذات كي قبيل كي شوف هذا وقدر شيء كل مشغول أنا يسيران ولا تقول ما هذا شيء بل ما هذا شيء لكن واحد عدة خصيصة مثلاً كأرين تد ده هكذا سيا ما كله يوسف شاعر واحد خصيصة وزارة ورفافين وزارة ورفافين تهدينا كي هذا شو وزارة ورفافين تهدينا تلاعظة وكرنا وضحتين كرنا وقلدين يعني كلا تلاعظة لكن إن لو بدك فلسكا وركعنا ديك شذا أنا لفت كده كل يوم أركينا تحت هاي ده هكذا لفت كده ده تمبل بالك أو تيجي كل يوم قرر تيجي شنو ما كرفق غلوات دقي إذا كنا سوري شنو عادي كم باندري نادي كم مو يجي هذا نقول لسه كده هانات وزارة ورفافين تلوك بعين يهاي بس هذا ما ليك أوردن إيسا إلا هذا كم يهالين ولا طلبا عن قرانا كهالين ولا هكلانا كهالين إذا كنا لفت كده دارن دوش على كي أجانا يقول لي يهون قار طبعا كلها لسلا طلع مرتفع واحد ولا لسلا آخر بياله وقدمت له هذا دواعي كلها بصر تحت صورة ما كناها صح ولا كل واحد كان عارين من هذه السياسي كها أما صلاح أنا كله لما كأرين ما شفت ما هذا إدي خصوصا كان اللي هاي إلا ما ترى هبابين رجع وإدي إذا أنا هاي إذا المناسب كوا هاي إذا أنا حق أنا اللي هاي كذا شو كان لتمر أدي أدي بنخو سلام يا إن سياسي أدي أدي بنخو سلام يا نادر إن دبقة جيكي ورني تدا والله داف إلى هاي كسو قرسي مير ونحسن رح دارد إلى هاي كسو قرسي أدي أكوا وستحي اللي بقى تنشر مسكح دانا لك للي عقل قنا لك للي وأفرتي تشد أفرتي سنة دول ناقوم بهي ستين إنان قو قرد دو بهي ستان أبوان بهي ستان وحيون باقو مشغوشين دلك يا كسو دولي دلك مين أرب تشوغين يا كسو دولي مين سبرون تشوغين يا كوسو دولي سوكر البنات حقا ينقحيها يا كوسو دولي يا فرماشان كوسو دولي يا حقو تشوغا صوماليان كوي ماني سانا حقا يشوغتا تيدي بي وطاقلا ضيه يدي ما تيدي وطاقلا حقا لغا كسو دولي ورو مدى وحو قبطا او مدى تشهي حتى إذا وحبت شهين كرا هاي رقا وحشهين يا أبنايا إلا هاي النارا إذن كي روح عن معايا قو قردون كوما ريسان يا هبلاي الناس عانوت كوري حريحان ورسيدان يديك الدمينية وسارد ورفافيت يا هايستا وحا هايستا إنا كورا إنا كورا بحيوك الشقية إنا مباين إنا نهبر شعلابي وشوابات دي أو مالين وشوابي يبين الخيرها إنوان حلحل إنا ضدك إن حسبك وضاني قار كسو وشيدي إنا كربان لو نجل إن طلب هاي مقع على هايدو إن ضدك شرحا كمي ده هاي وهايستي مالين الكيو كل لقناء أكتر هذه بقى شل قبق قف وسارد واحد كش قيّ قف الغوك هنا إنا كوراو ماذا كتليه ماذا كتليه إنا ما يروح يقابل كتليه ماذا كتليه ماذا كتليه وسيرة والله إنا قف قري كرين قف تليفون وقصة شيء موي وأجي هاي عدالة دردة كتير تداها حطوا يمقليهم وأجي عدالة دردة جدها كتير تا كتير تاعين سومارلان يا عدالة دردة كتير تا يا أمضوا سيدا وشبطي يا سيدا فراش عبد فراش لوير ينيو يا سيدا مشارك الله قصر يو يا سيدا الإسكوير ينيو يا سيدا رقنا عيسى تحسدح مشاعر وأين الله هنا وقعتان وأجي هاي ما أنا ذي شيء سأينا كورة إنا كورة محيو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته باب الله محي ما أنتم موضوع مكسب سيناتك وحكوسها بسيناتك
حكومة دان يدد خطان يدون حمر نو دوين عيد نو دوين فرماشة كسو دولين عيد كسو دولين ومدو دي شعب كو دي أبوانين تو دي انتي اسكو دو برهدان كروايين ان هبرت قوقرات حلان اخترا بحيرايا انتا ان شلمات اخترا حلان بحيرايا انتا كيشير حلان بحيرايا دبتنا أبوانين تينا كسو ميري سرايا اللي يري بوك سوماليات بالا قرية هكا بصو قيب قران وفتي سومالي لانو اف سومالي قيقانا وبورا ما كسعودا وبرعا كسعودا ومالو بك صعدا والله إن شرف يا كرامة نقول نقول مدي إستقوا من إنجليزي بقى الله بعيدوا من إنجليزي بقى الله ما ألفين من إنجليزي بقى الله وتعالى يا بنا حليته موسى بكريو موسى بكريو يا محمد بكر من إنجليزي سمارت فورت لا ولا استبين بقى الله بس واحد بقى الله في صومالي صومالي بقى الله بيورا أن مركام يانو إن هتلاقي مركو تجي سوماليا أي بارت خل عضي ويحمر وينوسو جرمتي إن أقول وينوسو جرمني يبغى هنا إن ضدك يليق الكود يسياسة دودة إن قرقة تمريد سومالا بين لبحين صح قرقة تمريد سومالا عيد كما هوريمان إن يوسف شاعر كما هوريمان يوسف شاعر مدمن يوسف شاعر ما عاين إن أنت دير عشر مدة يبسته هكذا يكيبسته يو وحبا يشتري سكو قرحي إن عيدنا وحبي يلين يعني دتكم يلا شبابنا هاي المركز أو أين بلا سياسة هاي دتكم ماشي شو قام مركز خدود لكان ماشي هاي استوى هو يعني دتكم خلدن بلا هذا كاس سياسة دي أنا قش بس كده خلدن والله يا حرام غري وحي هو يعني دتنا كنا سوالي أردن بكرة حي أنا حلقة قبطور السوكر يلا وش عنده لكن بلا أنا كنوع حد مودة هنا السياسة دي أو الصومالي دي أما دقن كي وسكي خلدني هاي واي يشتغل الصومالي ده الصومالي وقده حيا إن الصومالي اللي مين هو يسوعان لقش عيانة دوها بونتاي مركا والله عاد والله يا بيرت سيرنتي ضدك الله كسرت ذي الشاعر وين في أنت ينو حبنك هذا جد ده الصومالي كقريسة هو يعني يا سمالك اللي بيسوي عليني سين وكم النقطة؟ إن قدوم يا دياد ما كون سلامية. هيا زال بصح. إن أدبان دي سلامية دمانتين والله يبان أنا هذي كرني خجاس. أدبان وعلى اسمه. ورسكين هيا. ومد اللي تشهوريني يا بانا يقترن. ومد برو لبروريني يا يقترن. أبوانين تلوقة فيا يقترن. هبلها اللوقة فيا يقترن. سياسة حمدة يا قطران دبلوماسي لا أنت يا قطران والرقم ماشي حكومة كريه وبنية والرقم ماشي حكومة كريه وبنية والقب يجي إنه فتان ليمو يسقطان ليمو يهب الباه الله يهب البالغن إن ننسخر يلا تقالمي يهب لا يا قوقر أختار حلا طيب شيء كذي إني يسياسة ديني بالنقطة دلك يا كوسو دولي بلاشك دلك الحد كوسو دوشي بلاشك أنا قال لحلاهي بلاشك بل أنا قال لحلاه نوشي، بل أنا قال هجروافي نوشي، بل أنا قال محمد علي نوشي، بل أنا قال سعاري نوشي، بل أنا قال ديبجوري نوشي، بل نوشي هل كان لقى صوم مريئين، هل كان بهديلة لقى صوم مريئ يونس يا الله ذي الوقف صديق بل نوشي، بل هل كان برضو البحنتة يهرز يقول لقى صوم مريئ نوشي، بل هل كان جرحس لقى صوم مريئ نوشي، بل هل كان هبرت شعري دوق شيء تالي لقى صوم مريئ نوشي، بل هل كان دخل الوقف صديق شيء هذا، بل هل كان سمرون لقى صوم قريب بور من الوقف صديق شيء هذا. بحالك هرجيسان لو قبصت شيء هذا، بحالك أي حمل يدي كوسه دو شيء يدي قبصت شيء، أرنا جايو هروح حميدين شيءنا، حميدين شيءنا، حميدين شيءنا، تمركي يا عروتها وريرينين، تمركي يا عروتها وريرينين، إلهي واحد كبر يا بين هذا الصومالي يا كسوق الشبل واحد يسقى لسان يا كلام، والرجل يدي كدفاع يا بشرة، حتى هذا كسوق الشيء ما كتي معه، وحبا يدي كلوني بقول حجوجته، وحبا رجلنا لونه كقول له بتشوي، رجلنا نقشو كل حجوجه. لوني بقى ولح جوكتان صدق السنادود ولح جوكتين سقطاني ماذا لوك جوكتين ما يفانتي وارمي رقي وارمي وانا قال لحلاي رقي ماي ورقي ويتشوغان أرلادنا ويتشوغان دلكنا ويتشوغان وحيو هبلوه ده قوة عرارة هبليه ناكوة ده هور عرارة يسار
مركزات دلكين يو هاي ستان يدك يو هاي ستان ايام اللي انا ملا اوشي سان يسي سيدي نجرين لدين او تدير دوك سو مالك سو يبيع مكوكورنا جد مرضي ترنا نو ومكوكورنا جد مرضي ترنا ومكشرنا دمر مرضي ترنا والموحدين ترنا يوسف شاعر سؤال ويديو اللي يري وفتي سو مالي لانا ما نوبا هم يبوغا في صومالي يقرا وما انجليزي ما نقطين ما انجليزي ما نقطين وهي سبت من انجليزي فالله وشبري ابو كرم انجليزي فالله وموسى عبد الله من انجليزي بلغه ورجل حج من انجليزي بقاله ورر من انجليزي بقاله والهدف كيني يوددي اني بكل سنتين الدل كان يضمر كان يعرورته وطلي كريم ايساني ماشي سكك عيمك الله يدك عليه والوحى مريسان ان هبل الريح حيلان وهبل دراويش الحيلان والوحى مريسان ان سول ان ما يريخ قيرسان هيا على بالقات هيا على بالقات هيا والمهويدي بالديارات افطوبتي رقي ديارات افطوبه رقي دلين بجوغه ما ديق افطوبه ورمين حول على ما افطوبين تطبين ان وار ديلكا لو حكمي ديلكا لو حكمي خبره وره اي ارتيغاها اي تدمد سبحني من الدليي ورنكي ديارات او افطوبه حول على مين هو نينك الحد سميان هو نين مصعب عبد الله مين هو ما ديقوها وركيم مديره جمين يبش دن ان مديره وسخليه هلكي عيد كمريان لها ورميانو ان لحلاهين وركي حبش قلب حي حبش قلب حي منو هجر وافي هين وركو يلقى كسو قلي اللي مذهب اني ما كسو قلي مين عرب هين وركن يا قبصدي تلكن يا قبصدي ابيته وش كسان تدخل ورصوماني بانوني اب صوماني بانو قهد الله قرك جمهوريه سومالان بان ليرا صوماني بانو كمن هاي صوماني بانوني لحنا كيمانو دولدو جيني نما ليرا هذا كونفر دول بهنت ايريو كاديا انغو والان او ان ميري بقبين كرادي دايريو كاديا وديدي ورلوتاب ورلوتاب حدي قعدت هذا حدي لولو كشدي لولو بالغصبي ورقي كسو صار لها ميشن سومالي له ورقي اعتراف كو سو غوين لها ورقي عالم كو حكي يبين لها ورقي ادونك كلا ودي لها وردمر يا عرور بي يكو غلط بكم مشقوشين يا يوسف شاعر يانين اينين اسحيغان كو سو ديرتان اياكم مشقوشين وحنا سياسه ما هدي وحنا ما هديك بالغورت انجليزي نقطان شيغا قرك جمهوريه سومالان بالله بحر ميانو قرن كاغو انو جبوت العيار كرين ان مدادو ميانو ان مدادو كل كشان العيار كرين ميانو ان مدادو دوله الفدرال كصوماليا اين لبا عيار كرين لبا دولدود ان او كلا امسينيد بلا حد حامسين دايبا كوشيغيا ميدي دبلوماسيه دي عين كاسي ميدي سياسه دي عين كاسي ميدي سياسه دي ادوك بل ورنيكن ماشي هكو وريرينينا وذا فتال بانتين جيبيني نيكن ماشي هكو وريرينينا واخ كلا كما شيكيساني دوري با ماشي وجوجتان واخ كلا كما شيكيساني قبياده با كشيكيسان واخ كلا كما شيكيساني خبر جعليه غير حد سيلا اسكو درابا تقانان حسب كل ميو سيده سمرون لي اسكو جبيا تقانان سيده خبر اول لي اسكو جبيا تقانان سيده حسن طلب دولك لوق قادا تقانان سيده دولك لو بوبا تقانان ميد ير اي ميد وين وخبا بوبيسان او ما درغتان سياسه ما وخبا بوبيسان دبيتني ملديني اي سياسه ديني اي دوله ديني اي وخي نبا وخي نقطه وخي نقطهين غوغورد ايريتان او اختره iyey keeshir ya eeriyatan oo akhtara uma tiray way ila yaaban tahay anagii baa ila yaaban oo ah meeshina tiigisin oo adigu dhuli baad u dhex joogtay waan cararaysay dhuli baad u dhex joogtay saaka hadii dawladda tugrigu la soo weerarto ana fooq ina diir qala dhaafayn ana fooq ina bootan dhaafayn ana sakada arbuulay aanan dhaafayn anaan in dalkayga aanu difaacayna dubarkayga carruurtaydaba horena aanu u difaacnay أدول لكن ما حد خش هكينيسا إنن جوجل ديت بد إريانيسا وحكومة دوي حكومة ده حسب كل مية شيء جوجل ديت بد إريانيسا ناقم بقى عتها هاي ستة أيام ناسكا وحلا وحقوص هذين قرار ماي دبل ماسيد وحلا إلى هذا الشيء أنت أنا قبلنا فيديو بلا قد دومين إيه وحبا بلا قد دومين شن عندنا عيد أنا باطي شن عندنا الله سعنا وتشوقاتي شن عندنا بورا بتشوقاتي شن عندنا هرقيسي تشوقاتي ما حقفك أنت تقول لسي دبل ماسي نما أنت حفيز لك شو بقفت مري ما تسلمت شيء وبي بسيد قولي بتنتهي تنا أنت تقدم ميل دكتي ودبل ماسيه ده سياسة ودبل ماسيه ده تدخل غوضه ودبل ماسيه ده تدخل جوسو تشيتو ودبل أدقون فنانين تهدي بعد عبينة سا ما انجليزي ما خالد شبرا بخروان وار ما انجليزي ما لقاه الله قبيلي وار ما انجليزي ما لقاه الله برعو وار بعيد ما انجليزي ما خالد وار ما انجليزي ما خالد اسمه تفورت لا مال استباي بقاعد شان متيس اي هول يوم كم نوبا قاعد شان بعد لما عربي قاعد شان وار موسى عبد الله موحي اللغة ان انجليز
وارومتي إن 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 وارعلي سعيد ما إنجليز بقى الله واريني إن 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 خبره وارما إنجليز بقى الله ونمكي عصام موسى ما إن تكري ما ينقضينا تكري ما يقول الله أب صومالي كما هضل مياه أب صومالي من صومالي من هين مياه صومالي لان لما ينام بحين مياه وقوي مينان هين مياه شلي يومات قول مني إنه هدراوي إيو وفتي إيو إن إن علي قيدية إسمات رحيلين ما تقي إيو كوبي سو قول مني إن مياه برتا بلا ماسية طبرتا وقرمو لماذا نسكت داية يا حاسد لماذا إيو وحن قولون كا نكن ماشي تشوغنا ماشي هكود منينا نكن ماشي تشوغنا أم موصنا ماشي هكود منينا وحو إذين إقمضي إيو وحي الدولة دو تهي كارتا تبلا ماسية تذكرتا إنا يرهكو أورورينا قفت مرة هكو أورورينا إنا لا سعالو بتوكتا برشان يتولي واحد أدون خلون اللي قد دوني أسكار إنا لو أبتاقن إنا أو تشيشي دي إنا إنا تراويش دي وبتشيشي دي حقفت مرة اللي قد تشيشي دي سمع ضروي سمع لان بيدا وعيسا تلا أدون واحد خطقانا على بالقاتة على بالقاتة والعرق على قاتة يو قيي رقنا وحبا يسكي كين شلا سياسة دي بلما سيدة بالدونية سياسة دي سيران يوكلا للدونية تي تاهر يالو كلا للدونية تي عبد الرحمن تورو كلا للدونية تي رقي ماشي صومري بال للدونية واحد للدونية واحد دونك الا قوة الله الله ورقو كلا قرتان بال للدونية ايض ومد سوتشي دتود ومد سوتشي دتود ومد وحوش يكتود ومد قشا كيسو لكن لو قوم بها ابوان ابوان لودري لو انه الماديرين لا يسكتلو يوسف شاعر ان لو قورو يوسف شاعر محلا كاشين يعني نساء قاها انه برش حرام محلا كاشين كوية كنتو دشاية تقريقي اتلاء الدون انجليز كيدان قاري كريم مريكا بعدان قبا كريم وده هذا الكسومان لان يه سومان يه دان حيطان قراني سيلو الله الله سيلو سيرايو هل يه اومان دي كرتان الدون كو تقي سيرايو مركاسو قوريك بقورة ده انجليز كفريستا مركاسو عبد الرحمن عر وحسب معارضة هايستانا فريستا مركاسو يسنكا هالله انتو الله بقولي هو ده وحبال لئي بيادي وحكو مشغول شينون كيشري ايو قوقورة ده وحكومة مشغول شنون أبوان بان الله صلى الله عليه وسلم على قرص صلى الله تدخل ما ولا خلان ميا حد ذي حجال ماها ميا سومالي من هن ميا سومال لان من هن ميا لما تقول دول شارح حيتا من هن ميا هذي ما كانوا اعترافه إلهي أتقى بقاني سومالي من سومال لان لجويو ميا دولة السومالي ميدان شارحين مين مسلم هاي مين شارحين مين إريتريا إثيوبيا كارجوين مين اللي بده السودان كارجوين هذي حيتا كارجوين على وده أنت لاقيه يعني دتك واحد أنا كوتش هيني سوام حي وقردنا كوتش هيني سدتك واحد واحد دتك أول شيء سوام حي هذي اللي يقول اعترافه قال لك تبني السومال أنا إما خلا اعترافه أو الاعتراف اللي نقوله أدونك إنه قدر واقو وقوي بينهم هاي أنت صهر بين كوضنا الله أو اللي نقوله اللي لا دولة دي اللي إحنا كني بنيس علني سومالي ترى هذا وردي سعلني بقى وحيني سومالي مين ولا هاي مين نشار هاي مين ترى ساكن حلمين سودين إثيوبيا وتجا إثيوبيا مهوية ضرب على شيء سودين شبوي تو تجا ما كرنا إنسان سياسة دل كان هوك بخصي سعلا كان ماشي هيستن هوك بأكل ديسة وحلو الحين ماشي توجانا وحلو الحين ماشي توجانا لوري بقول حش توجتان دمر كي عرورت نقد ده يا عمالك أنت نودي ما رينو ناقي وناقول لا انت ايدي ايمان انه انه اما اخر جيني انه اما شنو دجيني انه اما علاقه جيني انه دمر في عرورتي اوانين تي امض ايو تدك ما جشوا ور ما حايسه ور اني اني سليمان بدي انت بحكمتك جيني متقانا ور ما عان ميقني ان عرورتي سدلك لا قاد متقانا ور بوك اي دع اي دلك سو متقاني ور كو بورتك لا جحنا قدر يسو متقاني ور واحد لبوب يسو متقاني ور سو ما اركتي ور ابوان دن او اني سليمان بدي ابا ما بيرتي يريد ولا هلو هيستا يدلون محمد سيد براسي سيد هل قد مالك السين لا يدادو إذا بوك هكا سؤال لوين لي هل قد سين يوسف شاعر سؤال لوين لي هل قد أدوك داها سؤال لوين لي هل وقي داهي وحا كشري عدالة درادة كجر تاين وسارة وفافنتا يا هايستا تاني كارد مالك عي يا هايستا يا هايستا لا يا لو ديبي ميدان كوبا هبونين با لو ديبي يا لو ديبي ميدان ويدي بقرين با لو ديبي يا لو ديبي ميدان توهكا إسي سوى تاغوين هبلا يوان حرينا ها وانا حرينا هبلايو ناد قفت بيرولي وانا حرينا لماذا هبي ما يا عيسان وانا بالله يدوراني يا نكي دي بيقو جوجل تي يقولي كي دي سرير اخترا اي كو كوردو سلاهات لبا ايه تبنك هبي نما عرر سانو قفت مرابا ايا ايا ودع عيسا نحن انتي نحن كور الدون كسيدان ومشق ايو
دوله سيرين سيد المشقين سيد النص ماها وانت كنه هكبا كسي وضا قفك حضانا وحوراني سنحمر بوها ورهدها وتدخوا الصومالي دي تدخوا الصومالي بيكوها الليا نكري وقف 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 برعكي يمير رسو مالان يقف على سعرات يمير رسو مالان يقف بورو مش يقول رسو مالان هي اب صومالي بام دين هاي صومالي بام نهرت مركو وري كل الكلام تغنى ميل خستوي تغنى تدخوا هكذا تقول صومالي نقاق سارتي شيء قرب بات سمايسي صوماها تيه قرب كاك وردو ايبي نمان كان يوحس كي تيران نوردو عالم كورا هذا دولدان شري محاكبة ده هيك سار هولان قبو عالم كقبو ميل ورب قبو ما كو قرد انك وحنو كون الله سعانو تالاكو ميريسا يكو قرد بور ما تالي يكو قرد هرقيسا تالا اينا نحيلان تو اكترا ما انتاكو ميريسا نكون الانو ورتاكا تايا تالكا قبتا او هين تيرين نقد دايا ما سيحانو مكانو دي رقنا يدكو او ييه هيغوي يدكو او ييه مكانو كما سيحيدو على بالغاتي على بالغاتي سماري انا مساندو شي وربالو حانو كاريال يجيب يديار دلو سوق حيا كبر تمركينا كور عرل لين سما كوغرا دمركينا جل لين سما كوغرا دمركينا جل لين سما دي تادر مخلص خصو غلبا نو لو بغبا دار حيك قبسن لين سما او غي او باي هبلا يدير عسي هبلا يدير عسي هبلا يا كوغرا دي هبلا يا شرم ضيحت هبلا يا الخاي قصر ورما نرا وحانو وحا ما نرا دل نعيد كوما سو دولين فرماشن كوما سو دولين سوماليا كوما سو دولين امتي كيف كدايه نبى هالسؤال اللي ويدي يوم مقع الغصب مقع والله هذا وحيلنا هذا المقع سوى مقع يجي ما حد عاي نوحي دوني نين البوق الرؤون نمرس قرك تبريد السومال لأن نينوي ما دون البوق سوماليات قرنو أب سومال قد يقول له ودلي يا ما إنجليز ما نقدر تي أنا كم وصل ما ترياني ما نقدر تي بابو ما روش ما نخوض الله نو بروح حالتك أكو شوكي نيسان أمت أكو شوكي نيسان ما إنجليز ما نيانو يعني ميانا هاي إن إبراهيم ميانا هاي ميانا هالجيسة خدران ميانا إن كل هاي سن ميانا عبد عشون مركو هاي سن يانا بصمان كل هاي سن ميانا إن ماذا ميانا ميانا ضع هاي نكت هاي استودي بي سينا خيرا على ذلك هو هاي هاي استودي بتي هاي استقرن كمان انت دويت استودي بتي ميانا الصومالي أنا دو شيء هين عبد يارا ميانا إن فنان عبد عشون أنا بصمان كل هاي سن أقول ميانا الصومالي تدخل حوشة ما إنجليز ما تدخل حوشة كده فلوق فلكسو جواب دي محط محط مقر هيسا سمين ستا هاي تلاهلا This I hold you coming now Smart 40 line 1 is the pine The pine is the near the house Kwa اسبات تلاهلا ميان نكا بهديلو انا دير خواهي عبد عشون مركز هيسو ديو بيسا محط تلاهلا واحد تلاهلا كوا يسي نعلا بيونس نعلا بيونس نعلا This I hold you نعلا بيونس بويلا ميا نعلا بدنو داقو نعلا بين بعيدو نعلا بين هبرا غلب كوا يسا ميا ما انجليس بكوا يسا دي أوريت لابسار أحمر خو حسمين يوم حويل أخرى ده ما حد ده قصة ما يسان مين أبسو مالك قصة ماين ما تريانه بقصة ما يسان وده كيف كدايو وده كيف كدايو وده الدولة دي ما برتها وده بلماسية ده برتها وحركة يدك حلم برتها وبرورتي إسك دايا وأنا رغوش هاجوري وأنا رغوش هاجوري ما وسقى بحماسة هك الرقبة شوقة رقول لحلا كومي بدلي بتشوقة لحلا بدلي هجروا في بانو بدلي بران كود بانو بدلي عبد الله يتراول بانو بدلي عبد الله يحرانو بدلي انا كا ابراهيم كود بورا انا كا حيلقنا انا كا طولالا ماشن اتيجيسو كتا يا تمر كي عرورتا برورتا ناغي يو ناغو دلا كتا يا تمر كي يب عرورتا برورتا وما تنفذ حد كداي تولدها ايدي لا تشار كان في حد كداي وما الصوماليه نفد حد كداي وين اواني تنفذ حد كداي نعسني ماذا إيو برارك كراتا كتاتك ما هايسان ما هايسان دبلوماسي يدنمو ما هايسان سياسة ما هايسان وحا دو خي بيسان وحا هايسان كوكورات بيه بلا يحيلة تأخترا وحا هايسان يوسف شاعر بقى صوماليا لقرا صوحل يا الله هذا الصوماليا وار عبد حاشي يوم نصب بحوار تليفوق مقرا ديقان إلهي إنك يابا كتا هي تدخل منافقته والله لاحظ يا فوسينا والله هذا نوى ناقل حدسه ان يبارك هنا والله هذا نوى ناقل حدسه سيدو موسى اوره هذا يو عبد حاشم ان اوره هذا هو يدا انه ما ديري كرتو اي هو يدا تونا ما دا نو ديري كرا نيكا موسى عبد الله بحكم الله هيست والله هذا ما دان دوني ما دا نو ديري كرا نيكا أي... ان ترجع له ان ايوب هيست بحكم الله ايوب هيست بحكم الله
وسيرك ورفافيت وانها ورجع لها أو يساقة رئيس الوزراء وانا يساقة إنك قول قاعدين عرض هاي استوان إن يساقة وهبر ورا وسعد موسى ونوح إسماعيل كده يدتك تشاوريرين انت ومد